السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا، يلا حيهم المكان الجميل هذا، ودي أسجل حلقتي في وسط هذا الغابات السافانا. اليوم موضوع مهم جدا 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 يا جماعة الخير. المواضيع الأسرية عندنا فيها مشاكل، والأولاد فيه مشاكل، والحريم فيه مشاكل، والرجال فيه مشاكل. اليوم بتكلم عن مشاكل الرجال الذين لا يقدرون النساء. النساء مخلوقات من كوكب آخر، والرجال من كوكب آخر. إذا فهم الرجال النساء قلت المشاكل. لازم تفهم انها ضعيفة، مسكينة، تفكيرها معين، ساكنة في صندوق اسمنتي مقفل عليها طول اليوم، تحتاج انها تطلع. عدم تعرضها للشمس يسبب لها حالة نفسية واكتئاب، تزعل من اي شيء، تتخيل، تتوهم، يصيبها وسواس قهري، وذلك يجب ان نتحمل اخطاء المدنية التي نعيش فيها. فاذا صارت اخطاء ما نطورها، انت الرجل يجب ان تتحمل. ولذلك اقول بعض الحريم اذا زعلوا تقفل وتطرد عيالها وتزعل من زوجها وتكدر البيت ولا عاد تطبخ ولا عاد تصلح. كيف تصير الجنة تحت أقدامها إذا كانت بهذا الشكل؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت على جهنم فوجدت أكثر أهل جهنم من النساء والعياذ بالله. ليه؟ ينكرن العشير. ليه؟ بسبب المشاكل. ليه؟ يبيعون القريبة والبعيد إذا صار مشكلة. لكن ليش نقول الجنة تحت أقدام الأمهات نحن المسلمون؟ لأن النساء يتعبن في تربية أولادهن، يتعبن في الحمل، يتعبن في الرضاعة، يتعبن في التأديب، وبذلك الله كرمهن وأعطاهم الجنة. واحد من الصحابة كان يريد أن يطلع يجاهد، فقال رسول الله هل لك والدين؟ قال نعم، لي أم ولي أب. قال أمك مع هاد؟ قال لا. قال فالزم رجل أمك فإن الجنة تحت أقدامها. ولذلك إذا ربيت الولد وصلح ضمنت الجنة، ضمنت الجنة بتربية الولد. وإن فشلت في التربية سيصبح شوكة في نحرك هذا الولد حتى يؤدي بك إلى الوفاة، وقد لا يكون قد يكون السبب في دخلك الجهنم لأنك لم تحسني تربيته، وكان بالإمكان أن تحسني تربيته. ولكن نقول في ذمامكم شيء عظيم أيها النساء في تربية الأولاد عشان تأخذوا الجنة. الله ما قال الجنة تحت قدم الرجال، قال تحت يعني تفهمي حتى وضع الرجل المسكين هذا، يكد طول اليوم وعليه ديون، وبسبب زواجك تكربا في دين 20 سنة، ويبغى يبني بيت وهم ومشاكل، وعنده اكتئاب زيكم، وعنده نقص فيتامين دال، وتأتينا بالهم هم زيادة. إذن الرجال يتخلوا عن تربية الأولاد إثمهم عظيم. النساء اللي يربون الأولاد لهم أجر عظيم. ترك أولادكم على أساس مشكلة قد ينزلقون المخدرات وتخسرونهم للأبد. لازم نتعلم الصبر. الرجل والمرأة يجب أن يتعلم الصبر. لو صار مشكلة تتكتمون، ما حد يعرف حتى قارب الناس، تبيتونها جمر لتصبح رماد. ألا تضحي المرأة بنفسها؟ حين قلت حافي بروحها، يعني الحرمة لما تزعل تقول الله طز فيه، لا أهين شرفه. أنت تهين شرفك، جهنم لك زي ما جهنم له. أنت مسؤولة عن رعيتك، ربي حاسبك على ما تفعلين، ليس الرجل سيحاسب على ما تفعلين. صلاتكم ودينكم أن تكونون قدوات لأولادكم هذه مهمة جدا. صلى الله عليه وسلم يقول من ماتت وهي تلد فهي شهيدة. شوف عظمة الإسلام، شهيدة عشان ولد أنها تولد. إرضاعه لها أجر، ولادتها لها أجر، تربيتها لها أجر. كل هذه الإسلام جالس يكافع عليه، غير أن الرجل مكلف أن يأكلها ويشربها ويعيشها ويحسنها ويعطيها كل ما تريد، هي ملكة في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر. هذا دليل تربية. اللي ما تربي ما لها حق أن تكون، أن يكون هذا الولد شفيع لها يدخلها الجنة. حسن التربية يدخلكم الجنة، يكون أولادكم شفعاء لكم. في الدعاء لهم أن يكونوا قرة عين، قرة عين هذه يدخلك الجنة الولد بعمله وبصلاحه، ويتودد لك ويتحبب لك. اللهم اجعلنا بارين في أبائنا وأمهاتنا. برضو الزعل ما له دخل بالأولاد. ايش دخل أولادي إذا زعلتي؟ ايش دخل أولادي إذا زعلت أنت؟ طقوا بروسكم، الأولاد ما لهم دخل. يعني المشاكل لها حدود، لا يعني أني أترك الأكل والشرب والبيت وأروح، لا، المشاكل لها حد. ايش دخل زعطان في عبدان؟ ما لها علاقة نهائيا الأولاد بالمشاكل الزوجية. ما نزل ذنب إلا بغلط وببلاء. ولذلك شوفوا الخطأ اللي عندكم، ربي عاقبكم جاب لكم المشاكل هذه. تصدقوا، تصدقوا على نية صلاح الأولاد، اعملوا الخير، ابتسموا للناس، حسنوا نياتكم مع الآخرين، حسن نيتك مع أم الرجل، حسن أنت نيتك مع أمها. يجب أن نكون قدوات ومثال للناس. وعند الحلول لا تتكبر، اعترف بالخطأ وهي تعترف بالخطأ، شو المشكلة؟ حاولوا تذكروا محاسن بعض إذا جاء الصلح. والله إن فيه وإن فيه وإن تصير الأخطاء، وما في الرسول ما سأل قعد شهرين عن أمهات المؤمنين خارج بيتي، عمر كم تخاصم مع أم حفصة، يعني كل الصحابة، ونحن كلنا تمر بنا مشاكل، ما في حد ملاك. الرضا بقسمة الله، يعني هذه قسمة الله، والله مقدر هذه المشاكل بتصير، ويجب أن نحلها، ويجب أن نكون أذكياء. ونحن الرجال عقولنا كبيرة جدا، ولن تحمل الأطفال الصغير، هم يتحملوا الأطفال وولادة وتعب ومشاكل، وهم عوانا عندنا زي ما قال الرسول. هذه عانية، عانية تعنى لخدمتها، لك يجب أن ننفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.